سلام، انا غوست ومرحبا بكم في قناة كريبتو غوست، قناة متخصصة بالربح من الانترنت عن طريق الاستثمار ومشاريع الكريبتو. في هذا الفيديو سنقوم بمراجعة مشروع لوب عبارة عن ميم كوين، سنقوم بمراجعتها بعد الانترو. لذلك لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة ومتابعتي على السوشيال ميديا الظاهرة على شاشتي الان. ولكي لا اطيل عليكم اترككم مع المقطع. هذه هي الواجهه ديال البروجي الاخوان لوب كوين. كما كتشوفوا هنا كاينه لوب كوين هوم، لوب كوين، لوب كوين ان اف تي. كاين بزاف ديال اللعبات هنا. هنا كيطلعوا لنا بعض المعلومات هنا ديال هذا البروجي هذا. بالنسبه للوايت بيبر كاين هنا، البريسيل كاين هنا، هنا كاين بعض السوشيال ميديا ديالهم اللي غنتشيكوهم من بعد. المهم البوتونسيال الاخوان ديال البروجي اللي هو زائد 700، والماركت كاب تارجت اللي هو 132 اكثر من 132 مليون دولار، والانفستورز اللي هما اللي مانفيستين في البروجي اكثر من 1682 واحد. بالنسبه لتحت هنا غادي تلقاو الكونتراكت ادريس اللي هو هذا، غادي تكليكو عليه غادي يدخلكم البي اس سي سكان باش تاكدوا من الكوين. غادي يرجعوا بحال هكا، غادي تلقاو ريزيد اللي هو اكثر من 1 مليون بوينت 7 ديال الدولارز. المهم لوب سولد هذا الرقم هذا، البالونس اللي عندي انا هو صفر. توك ديستريبيوشن ديت اللي هو 6 24 في شهر 6 2024 الاخوان، تقريبا تقريبا باقي لي شهر. بالنسبه لبغيتو لبغيتو تشريو الكوين كتختاروا هنا بي اس سي نتورك، باينانس سمارت تشين نتورك، ولا البي ان بي، يو اس دي تي، يو اس دي سي، او الاف الاف دي يو اس دي، الاف دي يو اس دي عفوا. بالنسبه للثمن ديال الكوين اللي هو واحد لوب كتساوي 0 فاصله 1 2 3 4 5 6 6 د الاصفار 1 الاخوان. اول حاجه لا بغيتو تشريو لا بغيتو تجوينيو البريسيل من هنا، غادي تكليكو على جوين بريسيل، تختاروا واش ميتا ماسك، كوين بيز، ولا واليت كونيكت، ولا فانتوم. بالنسبه كتسيليكسيوني الواليت، انا عندي ميتا ماسك، غادي نكليك على ميتا ماسك بحال هكا. بعد السؤال الاخوان غادي نديرو كونيكت واليت، غادي تختاروا واش بي ان بي سمارت تشين، ايثيريوم، بوليغون. غادي نختار انا بي ان بي بحال هكا، غادي نختار ميتا ماسك هاي الاخوان هنا. غادي نتسنى واحد شويه تكونيكتا معنا. هنا غادي نديرو الباسورد. بعد ما تكونيكتات لينا الواليت بحال هكا، كنقدروا داك الساعه نشريو مثلا نختاروا واش البي ان بي ولا اليو اس دي تي. نختار انا اليو اس دي تي، مثلا غادي نختار واحد العشرة، مثلا نختاروا غير دولار الاخوان، انفيستوتو غير دولار في هذا البروجي هذا. كيعطيكم الدراري هذا الرقم هذا اللي هو مهم رقم كبير، يعني الا تزادت غير شويه راه غادي تربحوا، عندكم واحد الافضليه باش تربحوا الدوبل فلوسكم اللي بزاف. وكنظن بلي هذا الشيء اللي كاين في هذا البروجي هذا. المهم هذا هو الويب سايت كما كتشوفوا، كاع اللعيبات كاينه. بالنسبه للوايت بيبر هي هذه، غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون باش تقراوها كامله، من البريزونتيشن لعيبات حتى السكيورتي. بالنسبه للاخوان هذا البروجي هذا مسيكوريزي في سايبر سكوب اللي هو هذا، الرانك ديالو 81. المهم الرانك اللي مزيان. ولي سوشيال ميديا ديالهم الاخوان غادي نتشيكوهم دابا، غادي نتشيكو كاع لي سوشيال ميديا ديالهم. بالنسبه للجروب تيليجرام ديالهم هو هذا، التشانل ديال تيليجرام اللي هي هادي. هذا هو الانستغرام ديالهم الاخوان كوين لوب. المهم غادي نخلي لكم كلشي في الديسكريبسيون، تشانل اليوتيوب ديالهم، بالنسبه للديسكورد. المهم كلشي الاخوان غادي تلقاو في الديسكريبسيون، وكنظن بلي هادشي اللي كاين تتلقاو في الفيديو الجاي. تهلا.